هي حاجه مش هتليق عليا، بخاف شويه، شخصيتي معدومه مع بناتي. لا انا لو ما لقيتهمش كتبوا كده اتضايق، ده وعد الحر. حفله حلوه قوي، التنظيم طبعا يعني مفيش كلام، الحمد لله احنا تعبنا في البروفات. ضمن الميدلي غنيت حكايتي معاك. ايوه طبعا اليسا طبعا يعني عشت طبعا، تكلمت عنها والنهارده كمان شاركوا في المسرح طبعا. اليسا يعني انا شهادتي في حقها مجروحه الحقيقه، فنانه كبيره ونجمه كبيره وملكه الاحساس، احنا شغالين مع بعض من زمان قوي. حكايتي معاك ومتفائله وهيلف يلف، ومؤخرا انا السكتين ممكن نشوف دي ومشترك. يا ريت والله، نفسي اتمنى يعني. طبعا هلا التقيت جوا في الكواليس. ايوه طبعا وعدتها لحن. طبعا ده وعد الحر، ده انا لازم اعمل لها مش لحن واحد، يعني احنا يعني بيبقى زي ما بيقولوا عندنا في مصر قرفتنا حلوه مع بعض. ان شاء الله نبدا ان احنا نشتغل في الالبوم الجديد. لو حبيت تلحن لمطرب عراقي ماجد المهندس. شفنا بصمتك مع انغام وكمان بالبوم شيرين، وهلا شيرين راجعه بنوفمبر بالكويت وحتى بدبي، رح تكون في ديسمبر. وقت قريت هذا الخبر قديش رحت لرجعت شيء؟ انا بصراحه يعني اتمنى من قلبي ان هي دايما تبقى بتفكر في الشغل ودايما بتفكر في جمهورها، زي ما شافت الاغاني نزلت حتى مش اوفيشال عملت ازاي، هي كمان مدركه حاجه زي كده وهي مستمره وكويسه وزي الفل، واحنا على تواصل وكل حاجه حلوه. جمهورك بالوطن العربي كبير وخاصه بالخليج، ما فكرت تغني لون خليجي؟ هي جرأة. لا بخاف بخاف شويه، بخاف من الفوناتكس، يعني بخاف اقول حاجه غلط. انت كاب كيف فينك رد الاغاني؟ خالص بالعكس خالص والله خالص، ده انا يعني بس مش عايز اقول يعني، بس تكاد تكون شخصيتي معدومه مع بناتي الحقيقه. بنات يعني الدموع والأهوات والأحزان في وقت الحب والمشاعر الحلوة، إيه الجديد اللي إحنا هنستمتع بيه في المشاعر الجديدة؟ والله يعني أنا ما أقدرش أوعدكم أنا ما أقدرش أوعدكم إن اللي جاي حب دايما، حتى الأغاني الحب اللي بنختارها من الحاجات اللي هي فيها شجن، فيها بتوصل كده يعني، ما بتبقاش أغنية يعني حب عادية يعني. ظهروا على السوشيال ميديا وبيقولوا تامر بفرح جدا بينكد علينا. ويبقى مين بينكد علينا؟ لا أنا لو ما لقيتهمش كتبوا كده اتضايق يعني، لو ما حدش كتب كده أحس إن في حاجة ناقصة. كان عن الراب وكمان في الأغاني الشعبية المهرجانات، مين بتشوف افضل ممكن انت تعمل تجربه راب؟ بغض النظر عن انا اعمل ولا لا، هي حاجه مش هتليق عليا ومش هعرف ان انا اقدمها، ومش وما كانش في بالي خالص يعني ان انا اقدم حاجه فيها راب الحقيقه. إن انا بشوف ان اللي هيستمر الراب، لان هو بيبقى فيه تعب على فكره، على المزيكا وعلى الكلام وعلى طريقه الغنى وعلى الحاجات دي، فيها تعب، طريقه الاداء ده فيه تعب اكتر من المهرجانات يعني. جمهورك العربي شو وين رح نشوفك يعني؟ بعد دبي ان شاء الله عندنا كده حفله في الكويت، وبعدها ان شاء الله الرياض.